إلى حد ما أتفق مع تفضل بي دكتور غازي. هؤلاء اللي يجمعهم كان الموقف من الصدريين فقط، أما الموقف من متبنيات الوضع السياسي والتفاصيل والسياسة الخارجية والكثير من يعني جزئيات الحياة اليومية، أنا أعتقد لم يكن هناك اتفاق. اللي جمعهم هو الموقف من التيار الصدري عندما أراد أن يشكل حكومة الأغلبية ويتجاوز حكومة المحاصصة والتوافقية، هذا اللي جمعهم. فبتقديري كل ما نمر كل ما يمر الفتره كل ما تطلع التناقضات، وانا اعتقد مناقشه الموازنه يعني كانت التناقضات واضحه. السيد المالكي كان بالضد من تخصيص الموارد الكبيره الى الحشد، اما العصائب وبدر وبعض الفصائل الاخرى كانت تريد موارد، الكثير من الموارد تخصص الى الحشد، فلانه دوله القانون ما عدا فصائل مسلحه فليس من مصلحتها ان تزيد كفة الموارد المالية المخصصة لهذه الفصائل. فبتقديري كل ما احنا نستمر بالحياة كل ما راح تطلع التناقضات، لانه مثل ما تفضل دكتور غازي بالفعل هذا تحالف هش اللي جمعهم هو الموقف من الصدريين ليس الا. فلهذا انا اعتقد متبنيات دولة القانون تختلف عن متبنيات اذا ما الذي تتوقعونه في المرحلة القادمة استاذ علي مهدي لهذا التحالف؟ ربما أنا أعتقد يمكن الموقف المتشدد من كتلة الصادقون تجاه النائب المحسوب عليها هم يعكس بأنه الخوف أن يصير تصدع بشكل يعني ظاهري، وإحنا مقبلين إلى انتخابات، وحتى الأمس القريب أكو حديث بأنه يعني عصا صادقون يكونون جزء من دولة القانون. أكو هكذا حديث يسرب. فأنا أعتقد هذا بالتأكيد أثر على راح يأثر على الوضع يعني، ولهذا الإسراع يعني الحديث بأنه هذا الكلام ما يمثلنا، أنا أعتقد يعكس هذا الموقف. وأعتقد أيضا موقف آخر من النائب نفسه التركي، هو عندما اعتبر نفسه نائب مستقل وغير معني بالكتلة اللي يمثلها. وأنا أعتقد هذا موقف دراماتيكي لأول نائب بهذا الوضع. أنا أعتقد يعني نعرف إحنا كتلة صادقون كتلة شبه عسكرية، انضباطها عالي ووضعها يعني متماسك، وإذا كتلة عقائدية ربما حتى يعني